فأدخلته إلى حجرة معزولة، أتته بالطعام والوضوء، فتوضأ وبدأ يصلي، ولكن أيها الأخوة لم يتناول الطعام. هذه المرأة عندها ولد كان يعمل عند عبيد الله بن زياد، فرأى أن أمه تدخل وتكثر من الدخول إلى هذه الغرفة، فتوسل بها فقصت عليه القصة، قالت إن في الغرفة مسلم بن عقيل، ذهب ذلك اللعين إلى عبيد الله بن زياد فأخبره بالقصة. عندما أذن أذان الفجر وإذا بمجموعة من جلاوزة عبيد الله بن زياد، أحاطوا بطوع بدار طوع من كل مكان، فسمع حوافر الخيل، قام ولبس درعه وأخذ سيفه، جاءته طوع قالت يا ابن رسول الله أراك تأهبت للموت، قال له لجان، فقام جيش ذلك اللعين، هو أهل الكفر، ذلك الجيش برمي مسلم بن عقيل بالقصب المشتعل بالنار وبالحجارة، حتى يقول السيد ابن طاووس فكمن له لعين، فطعن مسلم بن عقيل في ظهره، كان مستند إلى الجدار، برمح طويل سقط مسلم على الأرض لا يقوى على شيء، تكاثروا عليه، فقال له ابن الأشعث لك الأمان يا مسلم، اعطني سيفك ولك الأمان، فقال له يا هذا لا أمان لكم. عند ذلك قبضوا على مسلم، أركبوه على الدابة، جاءوا به إلى مسجد إلى قصر الإمام. يقول الراوي مسلم سلام الله عليه عندما أركبوه على هذه الدابة، تدري أنت بعد هذا بطل مغوار، ولكنه كان يبكي، ترى زحمة القائد مالتك يبكي، فقال له عبيد الله بن زياد، فقال له عبد الله أو عبيد الله بن العباس، إلا الذي يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. إيش قال مسلم؟ قال والله أنا ما أبكي على نفسي، ولكن أنا أبكي على الحسين وعلى آل الحسين، والله أنا الذي يا صاحب الحين لا مسلم وحيدي وما لهم، أو دارت عليه هيكم صميم. يقول الراوي عند ذلك جاءوا بمسلم بن عقيل مكتفا بالحماية قبل أن يدخلوا إلى قصر الإمام، طوع واقفة برا الناس من تمة، وكأني بمسلم المريض والسيد، هذا لسان حاله، يوجه سؤال إلى طوعة، يقولها وصيك يا طوعة وصية ثم برقبتي